السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من سلسلة تمارين اتصال الدالة العددية. التمرين يقول: نعتبر الدالة العددية F المعرفة على R بما يلي: F ل X تساوي الجذر ديال 1 زائد سينوس X ناقص 1 على X، عندما يقول عندما تكون X تخالف الصفر، و F دو صفر تساوي 1 على 2. بطبيعة الحال هنا ملي كتكون X تساوي الصفر، بين أن F متصلة في صفر. إذن باش نبينو بأن F متصلة في صفر، خصني نحسب النهاية ديال F صفر ونلقاها كتساوي F ديال صفر. إذن نحسبو النهاية. إذن نديرو التعويض المباشر، كنعوضو X بصفر. إذن كيجينا الجذر ديال 1 زائد سينوس صفر، سينوس صفر هي صفر، إذن الجذر ديال 1 ناقص 1 على صفر، أي صفر على صفر، هذا شكل غير محدد. إذن هنا لا يمكن حساب النهاية بشكل مباشر. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في المرافق ديال البسط. إذن ليميت ديال X كتساوي لنا صفر، المرافق ديال جذر 1 زائد سينوس X ناقص 1 هو جذر ديال 1 زائد سينوس X زائد 1. دائما المرافق ديال جذر A ناقص أو زائد B هو جذر A زائد B، كنبدل غير الإشارة، إلا كانت ناقص كندير زائد، وإلا كانت جذر A زائد B كتكون المرافق ديالها هو جذر A ناقص B. لهذا بطبيعة الحال هو ملي غادي نضرب في المرافق كنلقى متطابقة الهامة على شكل أ مربع ناقص ب مربع. إذا ضربنا في المرافق، إذا غنضربو في البسط وفي المقام، 1 زائد سينوس إكس زائد 1. إذا عندنا في البسط عندنا متطابقة هامة على شكل أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا المتطابقة الهامة كترجع 1 زائد سينوس إكس الكل مربع ناقص 1 مربع على X عامل جذر 1 زائد سينوس X زائد 1، النهاية في صفر. إذا الليميت المربع كتمشي مع الجذر كيبقى لنا 1 زائد سينوس X ناقص 1، إذا كتمشي الواحد مع ناقص 1 كيبقى لنا سينوس X على من على X عامل الجذر ديال 1 زائد سينوس X زائد 1، X يؤول إلى صفر. إذن الليميت ديال سينوس X على X عامل الجذر ديال 1 زائد سينوس X زائد 1 في صفر يساوي ماذا؟ هنا كنتابعو كنلقى واحد التعبير عندي هنا. دونك حنا ملي كيكون عندنا أ على ب على سي، راه يمكن لي نكتبها على شكل أ على ب، مضروبة في ماذا؟ مضروبة في واحد على سي، لأن الضرب كنديرو البسط في البسط على المقام في المقام. إذا هاد التعبير هذا راه هو التعبير هذا، وبالتالي هاد النهاية اللي عندنا راه كيمكن لي نكتبها على شكل ليميت ديال سينوس إكس على X مضروبة في واحد على الجذر ديال 1 زائد سينوس X زائد 1، النهاية في صفر. إذن هاد النهاية عندنا معروفة، هذه نهاية أساسية. الليميت ديال سينوس X على X في الصفر كتساوي لنا 1، إذن كتجينا 1 مضروبة، وفي التعبير الآخر غادي نعوض. إذن على الجذر ديال 1 زائد سينوس صفر اللي هي 1 ناقص أو زائد 1، إذن كتجينا هي 1 على عندنا 1 زائد 1، أو عفوا سينوس صفر هي صفر هنا، إذا غتجينا 1 على جذر 1 اللي هي 1، 1 زائد 1 هي 2، إذن 1 على 2 راه كتساوي F ديال صفر. وبالتالي الخلاصة، لقينا الليميت ديال F
عندما يؤول x إلى الصفر لقيناها كتساوي لنا 1 على 2 كتساوي الصورة ديال صفر. إذن f متصلة في صفر.